حضرتك ولكن خلينا نروح لكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن سامي ازي حضرتك؟ الحمد لله كابتن، تحياتي لحضرتك وكابتن فتحي طبعا وكابتن اسامه وكابتن شريف عرمان طبعا. سلام عليكم كابتن سامي. يعني طبعا الف مبروك، 3 نقاط هامه يواصل بيهم النادي الاهلي تصدره ويواصل سلسله انتصاراته، 15 انتصار ب 45 نقطه، ولا احد حتى هذه اللحظه يستطيع ايقاف النادي الاهلي. الحمد لله كابتن، زي ما انت قلت بنواصل سلسله انتصارات ودي حاجه ايجابيه لينا، وان شاء الله اللعيبه مستوعبه اللي الراجل بيتكلم فيه، وان كل ماتش بالنسبه لنا ده اهم ماتش. قفلنا الماتش ده وان شاء الله نفكر في ماتش السوبر، ان شاء الله نستعد له كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق فيه ان شاء الله. كابتن سامي، كنا بنتكلم لسه عن تباين الاداء 10 دقائق او ربع ساعه لغايه لما هدف المباراه الاول احرزه علي معلول، وبعد كده حوالي 30 دقيقه او اكتر شويه النادي الاهلي لأول مرة من زمان طويل جدا يفقد الاستحواذ على الكورة. عايزين نعرف السبب في هذا الموضوع ايه؟ دي حقيقة كابتن حضرتك، النادي المصري طبعا بحقيقة طبعا قدم مباراة كويسة جدا، الماتشات من الفرق اللي تعبتنا، يعني عندهم استحواذ كويس وعندهم فرص كويسة. ايوه، لكن في الأول والآخر كابتن اسلام انت بتلعب خصم قدامك، احنا بدأنا يمكن الشوط الأولاني بدأنا كويس، أول 15 دقيقة بدأنا كويس جدا، كنا مستحوذين عندنا فرص لحد ما جبنا جول. طبيعي شويه ممكن يكون في سنه مثلا تعب، انت عارف برضو الماتشات متزلحمه ورا بعض، برضو اللعيبه يعني في جزء من تفكيرها برضو الماتش الزمالك طبعا، ما ده طبعا جداً طبعا يعني. ده طبيعي وده طبيعي جدا وخصوصا يعني بعد ما تجيب الجون يا كابتن سامي. بالظبط يعني، لكن الحمد لله ان انت تقدر برضو في خلال الظروف ديت وان انت تكسب 3-0، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه يعني تحسب للعيبه. وزي ما انت قلت يعني يا كابتن ان المباراه دي مهمه جدا في الاول اللي انت تكسب، وده الاهم الحمد لله. طيب الشوط الثاني الحقيقه اختلف الاداء تماما، تغييرات مهمه جدا الحقيقه، سواء جيرالدو او كهربا او حتى محمود متولي، الكل كان رايح ان حتى في تغييره محمود متولي ان هو هيدفع بقاليو بادجي لتجهيزه يعني للمباراة القادمة، ولكن كلنا الحقيقة فوجئنا بمحمود متولي ونزل، اعتقد ان هو قد ما هو مطلوب منه ان هو يقفل نص الملعب بشكل جيد يا كابتن طبعا سيب. كان مهم جدا ان انت تقفل كده، النادي المصري كان عنده استحواذ كويس في نص الملعب، حسن بيمسك كوره كويس وفريد وشوقي نفس القصه يعني كان عندهم استحواذ كويس، كان مهم جدا ان انت تقفل الحته ديت. محمود عملها كويس جدا، كان من يعني ادى كويس، كان بيضغط كويس في نص الملعب، ودي كانت ناقصانه شويه يعني. طبعا هو طبعا بدنيا جاهز اكتر من السوليه وديانج، بقى لهم فتره كبيره جدا بيلعبوا انت عارف حضرتك عارف، وطبيعي يبقى في جهد بدني يعني، لكن الحمد لله اللي هو قدر يقفل كويس. كهربا برده نفس القصه، وجيراردو عملوا لنا كثافه هجوميه كويسه وكان عندهم سرعات كويسه، نقلونا كويس برده وقدرنا نلعب على كونتر اتاك وقدروا يعملوها كويس. كهربا عمل اسيست وجاب جون، جيراردو برده عمل لنا تحاول كويس، فاعتقد الحمد لله ان هم قدموا مباراه كويسه. طبعا وقبل كل ده طبعا الشناوي طبعا نجوم المباراه، قدم مباراه كويسه هو ورامي وايمن، فاعتقد الفرقه عدت مباراه كويسه يعني الحمد لله احنا راضيين والراجل راضي. ان شاء الله زي ما قلت يا كابتن بقى، ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله نستفاد من النهارده، وان شاء الله نفكر في اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي ايه يا كابتن سامي؟ اللي جاي ان شاء الله عندنا مباراه يوم الخميس القادم، نعرف ان السفر هيكون يوم الاثنين. البرنامج التدريبي لغايه ان شاء الله حتى لغايه السفر، قول لنا لو ايه اللي هيحصل. عندنا كابتن ان شاء الله بكره تمرين، وبعد بكره عندنا راحه، وبعد كده نبدا ان شاء الله من الاثنين تقريبا نسافر ان شاء الله، وبعد كده نستعد للمباراه باذن الله. كابتن سامي طبعا طبعا اتفضل يا كابتن اتفضل. مباراه زي ما حضرتك عارف مهمه جدا، ومباراه بطوله، مباراه كبيره، وانا من خلال حضرتك طبعا بهني برضه نادي الزمالك على بطوله السوبر، اتمنى حاجه كويسه جدا طبعا، الف مبروك طبعا، وحاجه ايجابيه تحسب للكره المصريه يعني ان شاء الله. لكن ان شاء الله احنا عندنا اهداف كبيره ان شاء الله نحققها ونحققها لجمهورنا ان شاء الله، بطوله غاليه ان شاء الله نحققها ان شاء الله. كابتن سامي اخيرا، هل ان الزمالك فاز ببطوله السوبر الافريقي هل ده سيؤثر ايجابيا او سلبيا مع لعيبه النادي الاهلي، ولا مالناش علاقه بهذا الموضوع؟ لا مالناش علاقه، انت عارف ان دي بطوله خاصه اللعيبه كلها بتستعد لها، واحنا الحمد لله حالتنا كويسه وعندنا طموح ان احنا نواصل سلسله انتصاراتنا، وعندنا طموح ان احنا نرضي جمهورنا، عندنا لعيبه من الخبرات ان شاء الله اللي تاهلنا ان شاء الله اللي احنا ان شاء الله نحقق البطوله ديت، وان شاء الله نكون على قد الثقه اللي جمهور النادي الاهلي اعطانا يعني، ونفرح جمهور الاهلي ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. معلش يا كابتن سامي اخيرا، انا عارف انت مش هتجاوب على السؤال ده بس هساله لك. هل ممكن نشوف مفاجات في المباريات القادمه او في المباراه القادمه؟ بص يا كابتن، انت يعني حضرتك عارف طبعا ومريت بالتجارب دي كتير يعني،
كل الاختيارات دلوقتي متاحه، كل لعيبه الحمد لله دي جاهزه، ودي حاجه ايجابيه يعني من فتره كبيره جدا النادي الاهلي ما حصلوش كده، كل اللعيبه تقدر تادي، كل اللعيبه تقدر تبقى جاهزه. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق الراجل للتشكيل الامثل، وان شاء الله وان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله دي. الف مبروك يا كابتن سامي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، وكلام الحقيقه في منتهى